نشرة إخبارية مفصلة من أورينت نيوز ونبدأها بأهم العناوين. مصر ترفض التطبيع مع إيران وتطالبها بوقف تدخلاتها بالدول العربية. اتساع رقعة الاحتجاجات ضد ملال إيران والثوار الأحوازيون يحرقون دبابة لميليشيا البسيج. طالبان تؤكد عدم شن هجمات خلال فترة عيد الأضحى، والحكومة الأفغانية ترغب بإقامة سلام عادل ودائم. مقتل 3 مدنيين بمشاجرة عائلية في بلدة سرمين شرق إدلب. أهلا بكم. ذكرت وسائل إعلامية عن مصادر مصرية أن القاهرة تشترط على طهران وقف تدخلاتها في الدول العربية لتطبيع العلاقات معها، مضيفة أنها نقلت رسائل لإيران عن رفض وجود الميليشيات الموالية لها في العراق، محذرة إياها من أي عواقب أو تهديد لأمن البحر الأحمر. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير الشرق تريبيوم الدكتور محمد العطيفي مباشرة من القاهرة. مرحبا بك دكتور محمد إلى هذه النشرة. بداية، هل ستقبل إيران بالشرط المصري لتطبيع العلاقات معها؟ أولا، السياسة المصري واضحة وصريحة. أولا، يعني لو نظرت إلى السياسة الخارجية المصرية تعتمد على عاملين أساسيين. العامل الأول هو محيطها الإقليمي، ومحيطها الإقليمي هي جزء منه لا تتخلى عنه ومسؤولة عنه. إذا ما يهدد دول الجوار العربي هو يهدد مصر مباشرة. ولو نظرت إلى إيران، نحن وجدنا إيران في سوريا، وجدنا إيران في اليمن، وجدنا إيران في لبنان، وأينما وجد تهديد وعدم استقرار في أي في العراق أيضا. إذا على إيران أن تتفهم هذه الأمور، بمعنى أن مصر ليس لديها أي موانع أن تتعامل مع الآخرين بشرط احترام الآخرين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وهذه ثوابت السياسة الخارجية المصرية. فبالتالي هذا من السهل جدا، يعني ليس هناك مشاكل. أو ما تطلبه مصر هو أمر مباح، ويجب على إيران أن تتفهمه جيدا، أن تبتعد تماما عما يعكر صفو علاقتها مع الآخرين بما فيها الدول العربية، وبالتالي هذا ينعكس على علاقتها مع مصر. إذا يمكن أن يحدث التقارب في حالة التزام إيران بهذه الثوابت والشروط التي تفرضها مصر، لأن مصر ترى أن هناك مشكلة كبرى في التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، ومصر حتى تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وهذا ما يشجع أو يساعد أو يلقى قبول لدى دول العالم لاحترام السياسة الخارجية المصرية. طيب، هل ستغامر إيران بعدم تدخلها في الدول العربية مقابل تطبيعها مع مصر؟ هذا أمر إيراني، يعني على إيران إذا كانت ترغب في أن يكون لها علاقات. وحتى أنا يعني أريد أن أوضح نقطة مهمة، أن علاقتها مع مصر ستفتح لها الأبواب الأخرى مع الدول العربية. تجد أن السعودية بدأت تتعامل مع إيران، وهناك أيضا رسائل من هنا وهناك مع السعودية، فبالتالي من الممكن جدا أن يكون هناك علاقة على أساس أن تتعهد إيران بأن تبتعد عما يثير قلاقل أو عدم استقرار في دول مثل اليمن التي تهدد السعودية، أو مثل العراق التي بها عدم استقرار. لأننا جميعا نبحث عن الاستقرار، العالم اليوم يبحث عن الاستقرار، يبحث عن علاقات صحية بين الدول. هذا هو جوهر السياسة الخارجية في العالم في هذه المرحلة. نعم، شكرا الدكتور محمد العطيفي رئيس تحرير شرق تريبيوم، حدثنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. اتسعت رقعة الاحتجاجات الأحوازية ضد ملال إيران لتصل إلى عمق طهران، حيث خرجت مظاهرة بمترو أنفاق العاصمة بحي الصادقية رفعت شعار الموت لولاية الفقيه. Yeah.
وفي السياق، أحرق الثوار الأحوازيون دبابة لميليشيا البسيج، وذلك بعد إرسال ميليشيات تعزيزات عسكرية في محاولة لإخماد الحراك ضد نظام الملالي. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بلادها قلقة حيال نقل أسلحة متطورة من إيران إلى ميليشيا حزب الله بلبنان، ما يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي. وفي السياق، مددت الولايات المتحدة حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بلبنان، ملوحة بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين لعدم تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات. قالت حركة طالبان إنها ملتزمة بعدم شن أي هجمات جديدة خلال فترة عيد الأضحى إلا للدفاع عن النفس. يأتي ذلك في وقت أكد فيه الرئيس الأفغاني أشرف غني رغبة حكومته بإقامة سلام عادل ودائم دون أن يفهم العدو ذلك على أنه استسلام على حد تعبيره. أقدم شخص على قتل 3 أفراد من عائلة واحدة في بلدة سرمين غرب أو شرق إدلب. وأفادت مصادر محلية أن شخصا أطلق النار على أهل زوجته بسبب خلاف عائلي، وقتل 3 منهم على الفور وأصاب 4 بجروح. قتل مدني وجرح 19 آخرون بينهم 5 أطفال جراء استهداف ميليشيا أسد سيارة مدنية بصاروخ موجه على الطريق الواصلة بين بلدتي بدامة وأزعينية غرب إدلب. إصابات في صفوف المدنيين نتيجة استهداف قوات النظام لسيارة مدنية بصاروخ كورنيت على مدخل بلدة بدامة في جسر الشغور الغربي. عملت فرق الدفاع المدني على إسعاف الجرحى ونقلهم إلى أقرب نقاط طبية. هذه السيارة التي تم استهدافها من قبل قوات النظام بصاروخ كورنيت على مدخل بلدة بدامة في ريف جسر الشغور الغربي. أفرجت ميليشيا اللواء الثامن المدعومة روسيا عن كافة معتقلي بلدة المتاعية شرق درعا البالغ عددهم 42 معتقلا. ويأتي الإفراج عن معتقلي البلدة بعد ضغوطات وتهديدات من الأهالي بالتصعيد في حال عدم الإفراج عن أبنائهم المعتقلين خلال 24 ساعة بسبب الخلاف الحاصل بينهم وبين ميليشيا اللواء الثامن. نهاية النشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني orion-news.net. طابت أوقاتكم بأمان الله.